السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم عندنا آلة شاومي صارت تكبر وصار عندنا قلب شاومي خاصة من النوت 10، لكن اكو اسباب اكيد لهذا الموضوع. يعني ما من المعقول انه الشركة يوميا تنزل اجهزة، حتى لو هي فقط انه تنزلها بالهند او بالصين او توزيع على كل بلدان العالم. فالفكرة اللي قاعد تشتغل عليها شاومي هي فكرة ذكية وبحاجة الى السوق الصيني على الاقل. فاللي قاعد يسوي شاومي باختصار انه تنافس على مسألة هواتف مع الفايف جي مع توفير تقنيات الستة نانو متر من ناحية المعالج، وقاعد تستغل مسألة وجود الميديا تيك، لأن الميديا تيك الآن صارت فد تريند نمبر وان بالنسبة للشركات داخل الصين، فقاعد توفر لهم الستة نانو متر بحيث تنطيك تقنيات متوازية ومتساوية بالسعر بالسوق الصيني وتنافس على المراتب الأولى بمسألة توفير 5G بأسعار أرخص وبتقنيات جديدة. فهذا كل اللي قاعد تسويه شركة شاومي. شركة شاومي استغلت أنه ريدمي نوت 10 اللي جديد هذا اليوم نزل، هو نزل نسختين عندنا، النوت 10 برو 5G ونسخة فقط نوت 10 5G. فاليوم نتكلم عن البرو اللي هي أعلى نسخة بسعر ما راح يتجاوز 310 أو 312 دولار لأعلى نسخة. زين، شنو الخلطة اللي مسويتها شاومي هنا؟ فالخلطة تبدي أول شيء من التصميم البلاستيكي أكيد بهذه الفئة السعرية، لكن الشركة هنا لعبت فد لعبة جدا حلوة، وهي أنه هذا التصميم البلاستيكي إضافت لنا بالشاشة الأمامية في نسخة البرو غوريلا جلاس جي 7 او الفيكتوس اللي هو اخر نسخه من طبقه حمايه الشاشه، حتى يكون هو الجهاز مقاوم للخدش والصدمات بابعاد معينه او بارتفاعات معينه. فهذا الشيء ضافته الشركه حتى تحسن مساله وجود شاشه LCD راح تكون بمقاس 6.6 انج ومع دقه الفول اتش دي بلس. هنا راح يكون التحديث 120 هرتز اكيد، ولكن راح يكون متغير من ناحية تحديث الشاشة، فراح يبدي من 30 هرتز وصول إلى 120. يعني عندك 30 45 50 60 80 و90 وصلنا إلى 120 هرتز حتى تقلل من استهلاك البطارية على وجود هذا المعالج، وبحاجة إلى رفرش ريت عالي على الشاشة لما تشغل تقنية كتقنية فيديو، أو حتى لما تشغل تطبيق معين يحتاج أو يشتغل مع معدل إطارات سواء 30 فريم وصولا 120 هرتز. ايضا هنا عندنا الشركه اعطتنا النتس او سطوع الشاشه راح ما يتجاوز ال 450 نتس. في بعض الحالات ممكن لما تغير في اعدادات المطور فتقدر ترفع هذا الموضوع، ولكن النتس هنا على شاشه LCD ما راح يكون مطلوب، يعني بالنسبه انه تتعرض الجهاز تحت اشعه الشمس كوضوح او سطوع للشاشه، ولكن ايضا السعر يحكم. نجي على العتاد الداخلي، هنا اعطتنا معالج الدايمنسيتي 1100 اللي شرحته سابقا وسويت مقارنه بينه وبين 1200 اتوقع على القناه. هذا المعالج هو مصنوع بتقنيه 6 نانومتر، وايضا هنا التقسيم المعالج راح يضطر ان الشركه تخلينا غرفه تبريد او الفايبر تشامبر كغرفه تبخير اللي الموجوده على هذا الجهاز كنظام تبريد كول سيستم. فهنا عندنا الاربعه باربعه مع الدايمنسيتي، تقسيم الانويه راح يكون ايضا غير متكافئ نوعا ما. انا ما احب هذا التقسيم باعتبار ان الضغط راح يكون على الاربعه، ولما تحتاج الى الضغط العالي راح ياخذ الاربعه الثانيه، فهذا اكيد يسبب ارتفاع حراره بالجهاز. فهنا واجب نظام التبريد على هذا الموضوع. ايضا من ناحيه الامور الثانيه اللي اضافتها الشركه، حطت لنا رامات 6 و8 جيجا بايت، ولكن نوع LPDDR 4 X اللي هي القديمه وليس الاحدث، ولكن اليو اف اس خلت لنا 3.1. هاي الشركه اللي ذكرتها، طبعا اكيد لما تجرب او تسوي اختبارات راح تعرف نوعيه التخزين الموجوده على هذا الجهاز. نجي الى مساله البطاريه، هنا حطت لنا 5000 ملي ام زائد 67 واط داخل العلبة، عندنا شحن 67 واط. هنا راح تستغل كل مستخدمين سواء الجهاز ك 67 واط يشحن له 5000 ملي أم خلال 42-43 دقيقة، وأيضا بإمكانك أنه تستخدمه خارجي لشحن الأجهزة الثانية اللي تجي بهذه الطاقة كشحن اللابتوبات أو الآيبادات أو أجهزة ثانية تحتاج هذه الطاقة الثانية. فهنا عندنا باور دليفري موجود أكيد على هذا الشاحن. ايضا عندنا الستيريو سبيكر، نعم شركه ضافت لنا الستيريو سبيكر بشهاده الهاي ريز من ناحيه الصوتيات والسبيكرات من جي بي ال. فهنا عندنا ايضا الشركه ضافت لنا ميزه يحبها المستخدم بهذه السعر وكهاتف 5G، وعندنا ايضا سلوت خاص بدعم الاس دي كارد الى جانب شريحه الاتصال. ايضا عندنا ان اف سي جيل الثالث، بلوتوث الجيل الثاني الاحدث،
وعندنا هاي الامور كلها والتفاصيل. نجي لمسه الكاميرات، فهنا راح تقدم لك 64 ميجا بكسل كمين كاميرا، زائد 8 الترا وايد، و2 ميجا بكسل راح تكون للتصوير الماكرو. فهذه الكاميرات والسيت اب راح يكون بفعل الخوارزميه الجديده اللي يضيف هذا الهاتف مع الاندرويد 11 مع واجهه الميو اي 12. هذه الواجهة اللي راح تضيف لنا عدد من أنواع الذكاء الاصطناعي، من المفترض تكون تحسينات على مسألة الكاميرات. أيضا هذا الجهاز ككل راح يكون بسباكة 8.9 ملم، والوزن ما يتجاوز 195 غرام. فالسعر هنا كأعلى نسخة اللي هي تكون 256 جيجا بايت، راح تكون بحوالي تقريبا 312 دولار. باقي الأسعار راح اكتب لكم اياها هنا على الشاشه. فهذه النسخه اللي سويناها شاومي، ضفنا كل التقنيات لهذا الاجل ولهذا السبب اللي ذكرته بدايه الحلقه. فانت شو رايك هذا الجهاز؟ هل ممكن يطلع خارج الصين؟ انا اقول لك ممكن يطلع خارج الصين باسم ثاني فقط للاسواق الهنديه، وممكن نشوفه باسواقنا لكن باسم ثاني، يعني ممكن تحت البراند بوكو. فاتركنا تعليقك بهذا اسفل هذا الفيديو، شو رايك مع هذه الخلطه اللي سوتها شاومي؟ لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لمزيد من الفيديوهات القادمة من مختارتك.